استاذ ممدوح، من القطاعات المهمه قوي لصناعه البلاستيك قطاع تدوير مخلفات البلاستيك. العالم كله مهتم بتدوير البلاستيك لان هو خطر كبير جدا على البيئه، وعندنا كيانات كبيره جدا في مصر بتشتغل في هذا القطاع. هل ممكن يجد فرصه للتمويل على الاقل كمشروع صغير شاب يكبس البلاستيك ويورده المصانع، يعمل تكسير للبلاستيك ويورده المصانع، مشروعات لن تتكلف 250 ل 300 الف جنيه، هل ممكن تجد فرصه للتمويل؟ لا، ده اكيد اكيد، احنا عندنا برنامج متكامل لتمويل مثل هذه المشروعات، مشروعات اعاده تدوير البلاستيك، وده شغال كويس جدا بقاله أكتر من سنتين ونص. برضه ارجع ادي لك احصائيه صغيره، احنا استثمارات او التمويل البنك الاهلي لمشروعات الخاصه بالبلاستيك عموما للمشروعات الصغيره المتوسطه بس تعدت ال 2 مليار حاليا، فاحنا الحقيقه مساندين لهذا القطاع. إعادة التدوير موضوع كبير، إعادة التدوير موضوع كبير بالنسبة لمشروع صغير، لا إحنا بنموله، ومش بس كده كمان، ده بنقوله إن الآلات والمعدات كلها تصنيع محلي، فإحنا كده كمان بنفيد اللي بيصنع المعدات والآلات وبيقدر إن هو يعمل. ولكن هناك أعمال كتيرة وهناك تطوير كتير لسه عايزين نشوفه في هذا القطاع. يمكن حضرتك سمعت في المناقشة النهاردة إنه كان في بعض ملاحظات على أسلوب تجميع القمامة والمخلفات البلاستيكية عموما، ودي حاجة يعني أنا أظن وزارة الدولة البيئة شغالة فيها، وفي مبادرة على مستوى الدولة لتحسين مثل هذه الطريقة. إنما أيا كان، يعني إحنا النهاردة بنقول على الأسلوب، ولكن النتيجة الحمد لله أن مصر من أكثر الدول أو أعلاها إعادة تدوير بالنسبة للبلاستيك بالذات، وبالتالي بيشكل زي ما حضرتك قلت فرص عظيمة جدا. المرحلة مش إن أنا أجمع وعيد تدويره في ووصل لمنتج بسيط، لا، أنا عايز أوصل لمنتج متفوق، وبالتالي المرحلة الجاية مرحلة عايزين ندفع فيها في البحوث والتطوير في مجال إعادة التدوير عشان أقدر إن أنا أعلي القيمة بتاعة المنتج الخارج من هذه المرحلة.